هي دي يمكن انت ما اشتغلتش معاه يعني. فاروق اكيد اشتغل معاه، اشتغلتوا مع بعض كتير يعني. اشتغلنا كتير. يمكن انت ما اشتغلتش معاه بس ممكن تكون عرفته في الحياه، في قابلته. بالنسبه لك وبالنسبه لجيلك مين كان محمود عبد العزيز؟ يعني ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنه ويصبر اهله ويصبرنا. الفقدان فقدان صعب، والموت هو الحقيقه الوحيده الموجوده في الحياه. لكن انا بالنسبه لي بتكلم عن جيل وعن اجيال، استاذ محمود عبد العزيز شكل لنا وعي، شكل لنا. انا كشخص قررت ان اكون في يوم من الايام حاب امثل، وكان نموذج ولا زال نموذج وهيفضل نموذج، هيفضل مرجعيه ليا كممثل. في اي لحظه انا بحتاج اعمل دور هو مرجعيه ليا. انا اعتقد انه يعني، ومش اعتقد، هي حقيقه، استاذ محمود عبد العزيز واساتذه عظام حجزوا مكان في التاريخ، وده شيء مش سهل، ده شيء مش سهل. هم موجودين في التاريخ دلوقتي، هم قدموا الكثير. هو شكرا فعلا، شكرا احنا كاجيال بنقول شكرا، دون الامل، دون الحلم، دون الطموح، دون القدوه. وبنفس الوقت احنا حزينين، اكيد حزينين. والقدوة هنا بقول انه استاذ محمود فضل حتى اخر لحظة يقدم الجديد، يبحث عن المختلف. بنتمنى انه احنا كاجيال نقدر نحقق جزء بسيط.